مساء الخير يا شباب، اتمنى تكونوا بخير وسعاده وصحه جيده. النهارده هنصور لكم عجله قطعه قمه في التميز والامكانيات، اللي راكبه عليها حاجات عاليه زي الفرامل التكترو والمساعد الزوم. عجله يعني صعب تلاقي حاله، الحاله دي حاله نادره قوي، وبالحاله يعني وبالامكانيات دي وبالسعر المناسب كمان. شوفوا الفيديو للنهايه هيعجبكم كتير، لان احنا بنحب نقدم لكم كل حاجه مميزه وتخليكم مبسوطين، وحاجه تخليكم متميزين جدا. شكرا ليكم وشكرا للمتابعين المحترمين، يلا تابعوا للنهايه. براند اكس دي اس براند عالمي. اولا ان سبيكه الالومنيا بتاعت الفريم عاليه جدا، وزنها خفيف، الوان العجله لون تحس ان الخامات بتاعته عاليه قوي، مصروف على الدهان. هو اللون بتاعه اسود مط، لون فخم زي العربيات المرسيدس والبي ام دبليو اللي هي بتتميز باللون الاسود، دي حاجه شبه كده بتتميز باللون دوت. اولا الحاجه اللي عجباني في العجله هو المساعد براند زوم، والناس عارفه ايه براند زوم، الناس اللي بتركب عجل براند عالي قوي المساعد، واللي يوريك ان المساعد ده حاجة قيمة، ليه رقم زي رقم الشاسيه بتاع العربية. شايفين المساعد ده يصد معاك لو انت بتلعب رياضة داون هيل زي الناس اللي بتنط من على الجبال، بس اكيد المساعدات دي ليها مستويات وموديلات كتيرة، فكل مساعد ليه حسب استخدامه. هنخش بقى على الجروب 6، ودي الحاجة المميزة. كل قطع العجلة دي الجروب ست بتاعها شيمانو، وشيمانو اوريجينال كمان. هنا الشيفترز، العجلة دي 3 سبيد امامي و7 سبيد خلفي، وهنا الكرانك، الكرانك من ماركة برويل، ماركة محترمة وعالية وادائها ممتاز وخامتها حلوة. هنا مجموعة التروس الخلفية شيمانو اوريجينال، الجشمة الخلفية شيمانو تورني اصلية، ادائها دقيق جدا. الكرسي بتاع العجلة وماسورة الكرسي هنا من الالومنيوم ماركة اكس دي اس، تمام. هنا الكرسي بتاعها مريح جدا جدا جدا، خاماته عالية، تحس اللي هو ايه الناس لا دي صرف على البراند ده، والبراند ده ما يقارنش بالعجل الصيني الجالاكسي والفونكس والترينكس، لان ده في حته تانية وليفل تاني، وسعره مختلف تماما عن اسعار العجله التاني. فده العجله دي لو حد عاوز تركب حاجه مميزه، والعجله دي براند عالمي بتيجي في البراندات مع العجله الاستيراد خارج كويس. هنا قلنا مقاس الطراد 29 زي ما انتم شايفين. هنا مش عارف بقى ده هيظهر في الفيديو، اللون هنا مميز جدا، الاسود بتاعها اسود لميع مش اسود مط، يعني الاسود اللميع هنا مع الفريم الاسود المط عامله شكل مميز. بصراحه الكاميرا ظالمه الصوره، هي في الحقيقه افخم ولونها افضل بكتير من التصوير، تمام. خامات هنا الكاوتش بتاعتها عاليه، كاوتشه غاليه طبعا زي ما انتم شايفين. هنا ده البراند بتاع الكاوتش، براند عالمي برضو. هنا برضو نفس النظام، ومخلي لكم المفاجأة ان في حاجة مفاجأة في العجلة دي وامكانيات عالية هقولها لكم في اخر الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، لان احنا بنتعب عشان نجيب لكم الحاجات المميزة دي والحالات دي. يعني العجلة دي اللي يشوفها ما يقولش عليها مستعملة، بس هي استعملت مرة واحدة، هي تتباع لانها جديدة، بس احنا بنحب نقوله للمصداقية وللامانة عشان تبقى كل حاجة واضحة. هنا مزودة بعواكس، العواكس دي مفيدة جدا للقيادة الليلية، وبرضو مش كفاية لازم تركب كمان نور خلفي، لان انت بالليل تقريبا مش متشاف، لان الدول الاوروبية عاملة غرامة 150 يورو اللي ماشي من غير نور، عشان عارفين ان الموضوع ده خطير جدا، اللي انت تمشي من غير نور خلفي ممكن عربية تشيلك حرفيا لان انت مش متشاف. فناس كتيرة بشوفها مستهونة بالموضوع ده، ده زي ما قلت لكم ده مش كفايه، جيب نور خلفي كمان. هنا في ريفليكتور امامي او عاكس امامي برضو مهم، وننصح برضو بكشاف امامي برضو، يعني مش ده مش كفايه. هنا الجريبس برضو خامتها برضو
متوسطة، مش هقول لكم احسن حاجة، كان في حاجات اعلى من كده، في حاجة بتبقى فيها داعمة هنا لكف الايد بتبقى مريحة اكتر، ممكن انت بقى تبقى تغيرهم يعني، مش هفيش حاجة متكاملة طبعا 100%. سايب لكم المفاجأة بقى اللي هي ايه، هنا نظام الفرامل في العجل دي، نظام فرامل تكترو ماركة عالمية، ادائها قوي جدا، مفتاح الكويك ريليز ماركة كواندا، والسرة ماركة كواندا، قرص الاسطوانة باين عليه الخامة بتاعته نظيفة جدا. نظام الفرامل الخلفي زي ما قلت لكم نفس النظام تكترو، حاجة مكنة قيمة جدا. هنا بقى كويكلي ريليز عليه، عشان نوريكم بس العجلة دي كسر زيرو بمعنى الكلمة، عليها هنا اللي هي البروشور بتاعها او الورقة دي بتحذرك فيه وورنينج، بيقول لك شوية تعليمات، هي بقى لو عايزين تقروها. تمام. تقدر تخشوا على الويب سايت وتسأل عليها. انا شايف العجلة مقيمة مقابل سعر كإمكانيات وحالة وفرامل. انتظروا مننا كل ما هو جديد. كان معكم مينا ماهر من ويل بايك، يلا سلام.